اخوي انت ايش حق محرج؟ هذا اللي انا سمعته منهم، وبعدين عربونك عندي جاهز المره، الا اذا انت تبغي تغير رايك وتبغي بيت ثاني تراني انا حاضر ومستعد. ها ها ها، خل البيت وخل العربون وخل كل شيء، انا البيت هبابه. قلنا لك ان الشيوخ يبونه. وقلنا لك الشيوخ شو يبونه؟ هو عريش دامر. بيسوونه مدرسه. شو يعني مدرسه؟ مدرسه يدرسون الفروخ فيها. تراها مدرسون الفروخ عندهم طوع. ما عليه بعد بيعلمونهم العلوم والحساب. درسونهم الحساب؟ استغفر الله العلي العظيم. الحساب يوم القيامة، يوم الحساب. انتوا بتخشفوا من الدنيا مستعجلين على الحشرة والقيامة. الله هو القدرة، شو الحساب يوم الحساب والقيامة؟ انا اللي ابتلشت يا لبدوي. شيخة انقطع من صخي. شيخة وعلي عيني شال الكبش. شاء الله يبني الكبش عيل. هي هالكبش سير حق الحرمة واخذي عنا 300 ربية. زين شو هذا؟ هذا كبش. ويدي الحرمة طالب كبش أسود. وهذا كبش أسود؟ هذا يا أبوي فيه صقعة بيضة. ما علي الصقعة البيضة هذه محلتنا. سمحوا بالله عليكم الرجال، أنا أقول لكبش يقول حلبو هي تبا كبش أسود أدغم. شو يعني؟ أقول ما دفعت حق الريال بيزات وحطاني الكبش تقولين رده؟ ايه سير رده، ايش نسوي به؟ والله ما رديته. هي ما بطالب كبش أسود؟ أنا بسلمها كبش أسود. كيف يعني؟ من عرفت هالرجال وهم قابل عباس. عفان الله، كل أمراض. أنت بعد ما قصرت فيه، من أخذ بيته زيت هم على همه. جعفر شوف جعفر، انت تسكت احسن لك، لا تجلس تذكر بالسالفة ترى ما صدقنا ينسى. صبحك الله بالخير جعفر. صبحك الله بالخير والنور يا نصيب. تبوي بس جعفر تبوي وليالس اني احطبها. انا ما برضى عليه خماس الا اذا ترد علي البيت. نصيب شوف عاد انساها السالفة هذه، اللي يصير ابوي ما يرد. الخساره خساره العمر يا خلف ابوي، اهم شيء صحتك، لا تشيل هم البيت. اهنا الاخبار، الله يهديك يا جعفر. شوف فائده الصحه، الصحه بدون بيزات مثل الريال بدون وزار. ها هذا وش هالمفال الواسخ انت الفاني؟ بعد وزار ما وزار. السلام عليك عباس. عليكم السلام نسيب. عباس ما عندك شيء يصبغ اسود؟ اسود شو معناته؟ يعني مثل اعشاب تحط تودنه داخل الماء ويستوي اسود. يستوي اسود؟ ما افتهمته. ما افتهمته. زوجني حصه ما بخبر عليك. انت سد لغبك يا اللغب وسكت. بس انت حش تسوي بي؟ انت مو قايل لي ان من غش انا فليس منا؟ ليش تسوي شي؟ نحن ياسين نزينه حق الناس. ذوقكم انتوا الخبايل متحاضين بالكبش. يا تسحيت الليل حرمتك. حنيتوا يا بحتها؟ ما بنتي طالبة كبش أسود؟ هذا كبش أسود. يلا سيزقري الحرمة. ويدي نصيب، انت يوم صبغت حين الكبش هذا مو بغش. يا بنت الحلال، هم ما بياكلون شعره، هم بيذبحونه وبس. أمي إذا ما زوجتوني حصة بخبر عليكم هالفريج. أنا ما بزوج ولدي حق واحد غشاش، هذا نصاب وسرق حلالنا. علشان مالي تكرم ألف مدينة. انت شو رايك ما بتاخذها؟ خذ بنت عباس احسن. منو؟ بنت عباس؟ لا 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 ما بناسبها لاغا. اف عليك بس،
بتعبات زينة، عينها خضر، تعرف عربية وتعرف عيمي، وبتنفعك إذا صرت بندر عباس. بس حصة غير غير يا ولد الحلال، قلنا لك بسوي لك باجلة وبسوي لك فالوذة وبسوي لك مياوة. قلت لك مالي غير غير. اسمع عاد، هذا خماس خذ حلالي وما بدخل بيتي، سمعت؟ وانتي كم ما يصير تسقني الحرمة؟ كبش يا ذاهب. أنا أبوي هو ما يخصني، أنت اللي توديه، يلا. الشيخ يسلم عليكم. الله يسلم. الله يسلم. ويوصيكم تدخلون عيالكم للمدرسة. يعني شو طال عمرك؟ يعني عيالكم إلا على 10 و16 سنة خليون يتعلمون عند المعلم، بيعلمهم القراءة والحساب. لا يا جماعة، هذا شيء زين، ترى زين وايد زين، له مفتاح. ومتى إن شاء الله بيسوون المدرسة؟ إن شاء الله الأسبوع الجاي. زين طال عمرك، يعني هذه الدراسة بلاش ولا بهزات؟ أكيد ببلاش. إي نعم ببلاش، ويايبين لكم مدرس مصري. مصري بيدرس عيالنا؟ عمي مفتاح، شو يعني مصري؟ مصري يعني من مصر، بيدرس عيالكم والشيوخ بيعطوني بيزات. أنا ساير عنكم، ولا تنسون توصون هالفريج كلهم. عمي أوصلك؟ هي نعم، تعال برخصتكم. خلكم خلكم ياسين، خلكم ياسين. وما لا حميد، وما لا. حياك الله أبوي، حياك الله. حياك الله أبوي. خماس أبوي، سمونا اللي يقول عنه مفتاح مصر، هاي وين مصر؟ أظني يسيروا له عن طريق بمبي. وأنا اشتراني وين مصر؟ أنا أدري وين مصر، تسلي أنا؟ شكاها ساك، تراك أنت دلال تشتري وتبيع بيوت، شكاها ما تعرف؟ دلال دلال، أشتري بيوت وأراضي إلهي والقدرة، ما من بطوطة. خماس، أنت عارف من بطوطة ما تعرف مصر وين؟ يلا هذا الكبش اللي طلبتي. زين جزاك الله خير، وين حصلته؟ يا بوش دراسي اللي ندورته، يلا أعطيني 300 ربية. طوف قدامي، دخله دخله داخل دخله. لا حول يا ودا، هاي 50 ربية. شو 50 ربية؟ انت قال 300. خريتنا الله يهداك يا نصيب عاد. يعني شو تاخذ بدالهم شي ثاني؟ مثل شو يعني؟ صبر شوية. يا ودا يا ود يا ود يا ود، شو هذا؟ يونيت بصل تشوفه ولا برتقال حمار؟ هني الاخبار، شو اسوي به؟ لا اله الا الله، خذن بدل 250 ربية. لا لا، انا ابغي بيزاتي، ما ابغي الحمار. يا هي حاله، ماشي بيزات يا الحمار يا تتوكل، برايك. بتوكل. يلا مع السلامه. مع السلامه. كل يا حمار، كل يا حمار يا ولد الحمار، كل. اسمع شوري، كل ترك بتموت يوع، كل ها كل. ايش عندك ترمس الحمار؟ ما براضي ياكل. هي عطجت، مو بتعطيه من هذا اللوث ما ديون جايبنه. اندوك عاد اسمعني انت، انا تراني باسير بظهر. وين بسيرين بعد الحين بتظهرين بتاكلين الفريخات؟ انا باكل الفريخات؟ حشي علي، انا الله يهداك باسير بيت قوم صفية مسوين زار. هي بتنزل اليوم. اوف ما ميت. يلا مالا، قصين على عمركم بعد انتو. كل، ما بتاكل؟ ما تموت يوع؟ على واك على واك، انا قلت لك اللي علي جبت لك الاكل لين عدالك. كلت زين، ما كلت على واك. الله 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 الله، شوف خاطركم عليه. رمسوا رمسوا، شو طالبين عليها؟ رمسوا. الله الله، الفرس شو مطلوب عليها؟
زين الكبش مصبوغ شو بيستوي يعني؟ ترى في الأخير بتذبحونه. أنت ما بصاحي؟ لا ما بصاحي، أنا قلت لك أبغى كبش أسود، ما قلت لك يبي كبش مصبوغ. شوي شوي طريت ذنيي عن أبوه، يعني شوية أبيض مصبوغة في أبهة الكبش، شو بيستوي في شياطينش؟ شياطيني؟ استغفر الله يا رب منك، استغفر الله منك يا نصيب. الحين تستغفر، والبارح يا حميد جاء للفريج بزارها. وانت ليش تغشها يا نصيبها؟ ليش تغشها؟ اش حقه ما علمتك؟ الحين علشان ان شعر ابيض شويه في الكبش واقف وياها؟ لان صح صح. عيل انا انسرقت بيتش كبره ما شفتك وقفت وياي ولا على ناس وناس؟ نصيب الحرمه اخترب زارها. انا اخترب زاري؟ محميد زوانيني بالكبش اسود بعد هذه غير طلباته. وانت شلك ترز وجهك؟ كيفي كبشي انا حره. اسمع يا نصيب، يا ترد لها بيزاتها ولا تجيب لها كبش اسود. كبش اسود انا ما عندي، الكبش عندها، ما تبغي تذبحه وتاكله ولا يصير تشتكي؟ بعد ما يصير اعطيتني حمار بدل بيزات. قومي قومي سير قومي. بيزاتي انت ايش قايل ابوك يقص على الحرمه الفقيره المسكينه ويبايعها كبش مخشوش؟ انا عاد الحين ما اعرف فلسفه الشبح المخشوش. شو الشبح المحشوش؟ شو هذا الشبش هذا؟ انت تعرف ابوك، انت مثل ابوك ما تعرفه تربسون. ما ادري هو هذا اهم شيء انه يكون مخشوش، ما ادري عشان سالفه المخشوش. انا عمي يعني يعينك بسالفه ثانيه، سالفه يعني خير خير السالفة أساس الموضوع سالفة. يلا بابا بابا يلا يلا لا تحبي على رأسي ولا تتكلم ولا تقول كلمة واحدة. أنا بابا موافق. ليش مو موافق؟ الله يهديك يعني زابي، أعطني فرصة أعطني فرصة صدقني. بشتغل بشتغل بستوي غني وبلبس بنتك ذهب من فوق لتحت. بسمع كلامك. من مين لبس ذهب؟ لبس ذهب. أنت بتلبس بنتي ذهب؟ بشتغل بلبس. إلهي والله أنت بتلبس بنتي أنا ذهب؟ بلبس ذهب. أعرف كنت أنت 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 شوف وجه الكبش حلب لبه بتلبس ذهب أنت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف أبوي أنتوا الأول استوى من الأعياد وعقب تعال هيك الساعة تعال واطلب إيد بنتي. أما حينه لا أبوي لا 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 إيه والله يباري أصرف عليه وعلى هلا. يلا سر 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 أبوي شوف شغلك سر 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 يلا يلا تم الأعياد لا يسامحك يا فضالة شريف. ما شاء الله ما شاء الله، ما أخذ حمار تكد عليه؟ سكت يا أخوي توهكت. تشتري عني؟ أشتري شباب الحمار أنا شو أسوي به؟ يا ريال الحين لو حد يأكل لحمة كان بعناه، ولا كنا اللحم ما مشكلة ما ينتكل. نصيب هذا يمكن يجيب لك الرزق، لا تستهين بالبهايم. أقول سعيد عطني بي قوطي عنس وقوطي مال خضرة ها، وعطني طحين ومنعش. ما شاء الله عليك يا صالح، شو عندك عزيمة؟ لا يا ريال ما عندي عزيمة ولا شيء، هالمصري بيوصل وأنا متوهق وياه. أي مصري؟ المصري هذا الله يسلمك الشيخ يا منه عسى بيعلم الفروخ الحساب والقراية. زين خليه يمر علي البيت يعلم سيفه. الله يهديك يا نصيب، أنتوا ما تدري سووا خيمش كبرها هناك عشان يقرون فيها. إيش دراني ما حد علمني ولا شيء. اسمعني نصيب، شو رأيك تسيل الفرضة الحينة ها؟ وتاخذ الاغراض ياك وتهتم في الرجال، لاني انا عندي شغل وبعدني ما خلصته. لا 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 ما بسير انا، فكني فكني مني ما بسير. يا ريال خذ عشر بيات. ها يا ود واهتم في الرجال بارك الله فيك يا ود. الحين بسير. يلا. شو اسمه هذا المدرس؟ اسمه سمير. سمير؟ سمير شيحه. شو بعد شيحه؟ شيحه؟ هذا مو باسم هذا، هذا واحد زقر حمار يا ابوك. تفضل يطلع منك. هاي 300 ربية المهر. هات 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 عبيدك زين زين. لو لو دافع لك مقدمة وايد تستاهل. هي تستاهل تستاهل ان شاء الله ان شاء الله. زين المليك متى نيبه؟ الملكة خميس الجاي والعرس مرة واحدة.
وهي تشوفك انت؟ هي عيال تشوفك انت؟ توهي مستحية ما باغية تخرج. ما باغية. حين يوم سكت الخمسين قامت تستحي. شو هذا؟ من اولها من اولها سهيل باغي تزعلها، بدينا بالغلط باغي تزعلها، مو ذا الكلام. مو ذا الكلام، ما باغي ما باغي تزعلها. عمرها 13 ما باغي يزعلها. استحى الويك سوت ويونا، خلي السنه تمشي زين. عاد اسمعوا، عندي طلب صغير هالكبر هالكبر هالكبر. قول مو عندك. عاد انا تدرون ان بيت ما عندي، بس كنا هنا تدرو بي، ترى كلكم تدرون اني ساكن عند عبيدان. نصيب خير، شو يب انك في هالقايله هاي؟ رمس هالحمر. منو هذا بعد الحمر؟ انا سمير المعلم. ايه ما انتش عارفني؟ هلا سمير، هلا والله هلا، كيف حالك؟ نورت البلاد. ايش حالي ايه يا راجل؟ بقى ده اصول؟ عايزين تركبونا حمار؟ ده جزاتي برضه؟ لا لا ابدا، ده حاجه ما تطمنش خالص. صالح خير يا اخوي، باين عينيه لغبه هذا. سامحني يا مسير، ترانا على قد حالنا. سمير سمير يا اخويا، ايه هنقطع بعض كده من اولها؟ والله انا اللي جاب لي المسير من كثر ما يحن. هذا يا اخوي حلول ما بمعلم. يا اخوانا خلصوني بقى، انا جاي من البحرين تعبان جدا وعايز ارتاح. فين الفندق اللي هنزل فيه؟ شو يعني يا اخوي الفندق؟ فندق بانسيون. اوه يمكن قصدي ينسون. تبقى تشرب ينسون؟ ينسون ايه؟ ينسون ايه انت التاني؟ يا ربي انا ايه اللي كان نايلني وجابني هنا؟ يا اخوي لا تجلس اذا تنافخ علينا مثل الضب، نحن ما نعرف كلامك. شو هذا يعني ينسون؟ يعني شو فندق يعني؟ يا بني آدم، فندق فندق المكان اللي هعيش فيه، المكان اللي هنام فيه، المكان اللي هتنيل على عينه وهقعد فيه. ها قصد المضيف. أيوة المضيف. أهو أنت كده نورت المحكمة. ما عندنا. إيه؟ أمال إيه، هنام في الشارع يعني؟ إزاي ما عندكوش؟ هي نعم ما عندكوش. شو رايك ترقد في المسجد؟ مسجد؟ انا نام في المسجد؟ انا معلم الاجيال، هنام في المسجد؟ اسمعني يا نصيب، ترى مفتاح ما قال لي وين بيرقد. شو رايك تخليه عندك في البيت لين ما نتصرف؟ يلا يلا على اللعبه هذه. شو رقد في بيتي؟ كان بيتي سبنيون. خلاص يا ود الحلال، ها يا ود، هاي 5 روبيات وتصرف انت لي ما نشوف له شغله. 5 لا اخوي 10. يا ابوي شايف مرقب بعير عندك انت؟ ايه مات يلا خلصوني بقى. يا اخي قلت لك هذا حنة ولغب، انا ابغي 15 ربية. يا ود الحلال خذ هاي 10 ربيات وفقني من شرك. ها هنام فين؟ خلاص بوي بترقد عند نصيب في بيته. ازاي انام في بيته؟ انا لازم اكون مستقل. تكون شو؟ اكون مستقل بذاتي. تبغي بيزاتك؟ من اخذ بيزاتك انت؟ لا انتوا كده ما تطمنوش ابدا. كتير انا بكلمك انت. حسه بتكلم الحمار، طفريتنا تراك. شو كتير يا اخي؟ لسه على البيت كتير، انا خلاص تعبت. قالك هذا البيت؟ هذا البيت يا سلام، هو ده القصر المنيف اللي انا هنزل فيه. يا الله، يعني تطنز على بيتنا؟ لا انا لا يمكن انزل في عشة الفراخ دي. الحين هذا عشة وفراخ كمان؟ رجعوني البحرين، رجعوني البحرين، انا ما احبش المسخره دي. نصيب شو عندكم بعد؟ صالح يدو سميركم هذا انا ما ابغي. خير ان شاء الله. يا راجل يا راجل، اقول لك وديني فندق تجيبني هنا في عشة فراخ. فراخ نصيب؟ شو هذا فراخ بعد؟ والله يا اخوي انا راسي دار عليه ولا اعرف له. رمس تمول ما تنعرف ولا اعرف ايش يقول. دجاج يا اخوي دجاج. كو 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 كو. سمعت؟ يعني انا بيتي عشة دياي. ايوه عيش الدياي. انا ايه اللي كان جابني هنا؟ ده انا سمير معلم مربي اجيال، اجي هنا انا اللي جابني هنا الشيخ.
انا هروح للشيخ واشتكيكم. دخيلك بديت خشمك هيد علينا يا ابوي، احنا بعدنا ما رتبنا الامور. وانا ذنبي ايه؟ انا ما يقهرني فيه الا يوم اقول ايه وليه. خلاص يا ابوي انا وعدك ان نرتب امورك، الله يرحم والديك، بس هيد علينا انت. امر لله. خير. اقول اخي صالح، ايش رايك تعطيني 10 ريال لان اخوي ابو ياكل يبغي يشرب، اخاف يشتكي عندي شيء. صادق صادق يا ابو ذا، استل ابوي اللي يبغاه. ايه يا ود. مضبوط مضبوط زين. اقول لك بعد ترى يبغي فوانيل، يبغي وزار، يبغي يلبس، ها كذا مترصص يا اخوي. مو بلازم مو بلازم، هذا مو بلازم. شكل مو بلازم. زين تبغيني ارقده على فراش ما ولدي المقطن اللي في ريحه عقب بس بيشتكي عند الشيخ؟ عطني بيزات يا اخوي. خلاص يا ود، هاي اشرب بيات وفكني من شرك الصراحه. مات يلا خلصوني بقى، عمالين تتودودوا مع بعض بتقولوا ايه؟ صالح خير يا اخوي، انت طلعت مني انا واصله الحين المساله وصلت حق الشيخ. يا ود بيزعدك يا اخوي، فكني ما ابغى ما ابغى. صبر صبر نصيب صبر، بارك الله فيك، الله يهداك. بس مفتاح ترى ما اعطاني بيزات وايد، هل اعطاني اياه؟ يا ود يا ود الله يرحم والديك وتوصف الريال، بارك الله فيك. عقب يا اخوي تقولون سويت ولا ما سويت؟ لا لا ما بنقول شيء، انت الله الله في الريال. بس حي الله استاذ سمير. كنت فين يا اخوي؟ سايبنا قاعد لوحدي كده لما زهقت. انا يا ريال صرت اسوي لك شاهي، تفضل. ايه ده، شاي ولا زيت عربيات ده؟ هذا عاد حنا يا اخوي، انت عاد لا تجلس تتشرط. يا اخي انا مش عايز شاي، انا عايز اكل، عايز مام. مام انتوا مش هنا بتتغدوا برضو؟ مام مام مسوي لك ترى اكل، مسوي لك متيت، ومسوي لك الحميض، ومسوي لك الارطع، ومدلعينك مثل ما تقولون اخر دلع. انا متدلع اخر دلع يا اخي، انا مش عايز اكل امجيج ولا الطرطه اللي انت بتقول عليها دي. لا حول، ما بطرطه، ارطى 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 ارطى، مش عايز ارطى، انا عايز فول. مش بتاكلوا فول؟ انا عايز فول. فول فول هذا شو هذا؟ فول هذا اكل حق المعلم، ماذني اذا تريالس في بيتي. هو ما عندي عن البخل يا اخوي خماس، بارك الله فيك، سر يبني كان عندك. شو بخل وما بخل، انت كل شيء بغيت اعطيتك، لكن هذا انا بسمه الفول ما عندي. اسايم شو الفول؟ ما اعرف الفول شو هو. فول شو بعد هذا الفول؟ والله يا اخوي ما ادري، يقول والله متعود في مصر ياكل فول. فول تعال لا يكون يطري دال، نحن نسميه دالهم يسمونه فول. هنا الاخبار يقول لك فول فول حبت متينه ما ادري طويله. متينه صراحه ما اعرف انا هذا نصيب، تباني احط لك باجله؟ يا ربي يقول لك فول الريال فول، شو الاخبار هذا انت ما تفهم يا اخوي؟ الحين ايش حق الصارخ علي؟ نجي الحياه رضك بهذا على وجهك مال الميزان؟ بس زي بس بس اصغر عيالك انا صارخ؟ لا بس خلاص خلاص لي الحياه انت وياه. اقول لك انت ما عندك فاصوليا. ما عندي فاصوليا على قولتك. انت ليش ما تاكله يا راد؟ يا راد يا راد يا راد، زين زين حق الصحه زين. سواف تعال سواف. شوف تعال عندوك هذا الريال مال مصر اللي تقولون عنه. اي ها الريال مال مصر، حتى اليوم سالت ابوي قلت له مبين قلبينه واحد حمر زي. بس هذا شلون شرات لونه يعني ما الفرق؟ عندوك اسمعني من علي دربان اسمعني عادل. شو هذا اللي لابس انك مترصص؟ هذا اللي فوق ولا اللي تحت؟ لا هذا عيد المهم هذا ها شوفه. سالته انا شو هاللابس اللي تحت؟ قال لي بارطون. بارطون؟ اي هذا قال لي شو قال يلبس انزين يلبس شي من فوق من فوق ولد. شو مركم قمنا؟ راويها البرطمون. شو؟ البرطمون. وينها؟ هذا هو نفس المعلم. شو تبغوا بهذا؟ معلم راقد، ما أول مرة أشوف واحد راقد. يلا يلا، شو ودوه هذا داخل؟ هذا يراد. شو هذا يراد؟ يراد يراد إيه. حق شو هذا بعد؟ يراد بنسوي عشاء. سمعوا أنت والمشيج والأرطم منو بياكله؟ هذا نحب ناكله. يا ودي شو. يلا.
يلا يلا. شو؟ أخلي البنية تتعلم يا الأولاد؟ تخبلت أنتي؟ معاها موزة ومزنة يا ريال. عيب عيب يا حرمة عيب، البنية مو بصغيرة عشان تصير تتعلم يا الأولاد، عيب. أقول لك ريحانة اليوم مرت عندنا اللي تشتغل في القصر ووسطنا نعلم الفروخ في المدرسة، ويوم هي تشتغل في القصر إيش حقه ما قلتي لها عشان تخبرهم يسوون خيمتين، خيمة حق البنات وخيمة حق الأولاد. اسمع الرمسة، هو على كيفي أنا. زين أبويا، نحن بنين سعيم، بعدين أنا بغيت أعلم الحساب. خلاص شلش الحساب، أنت كبرتي عرسي ويبي عيال ورسي في بيتكم. يلا زين، أنا ما عندي مانع، يا وزني سيف ولد نصيب. شب سيف بعد تطري سيف سيف؟ لا على كيفك، بس إذا خبرت ريحانة الشيخ لك ساعة أنا ما يخصني. الشيخ يا نصيب. ها أخوي، أنا هفضل كده على لحم بطني، النهار عدى وما كانش لقمة. ما عليك بي بي بي. أبوي أمي تسأل أستاذ سمير ايش جايبه ياكل اليراد، مقلاي ولا مشواي؟ إيه سمير، تبغى اليراد مشواي ولا مقلاي ولا مطبوخ؟ مطبوخ. ده ده يراد يراد. ايه ده اليراد ده؟ اليراد اليراد حكي تتناقز تناقز تناقز شيء ناقز شيء يطير، ياكل الخضر واليابس متعلقه في ريعته بده. عيونه هنا عيونه هنا عيونه، يوم ياكل شو سواها؟ اثنين تي مقاريف. حطوله حطوله ها ها. يراد ده يراد يراد اسمه يراد قراد قراد يراد قراد يقول قراد وذ اليراد يراد يراد استاذ. انتوا تكلمون قراد؟ اي تكلموا قراد. هي قراد انا جاي اكل عشرة يراد. لا انا مش عايز الاكل ده، انا عندي اموت من جوع ولا كلش الهباب ده. عوي هنا عوي هنا بلو زحل ما يبغى يراد. وارم انت بروحك ما تشاهد، وين ياك هذا الخزباز؟ ما ادري ابويا. خوز عنه خوز عنه لا يعاديك خوز عنه. شو اقول لك؟ سمعي، هذا ما يطلع من الخيمه، حبسيه هنا خاف يعادي اخوانه. قوم قوم سير دكان عباس وهات الدواء. ان شاء الله لازم يجيب الدواء. حول قوه الا بالله. فين الحمام؟ انا مانيش شايف حمام. يا نصيب يا نصيب. ها شي طلع لك؟ هو في حاجة عشان يطلع لي؟ ايه يا نصيب، فين التواليت؟ شو؟ مش ده الحمام؟ نحن نسميه ادب. مش هنختلف، التواليت فين؟ تبغى خلقة تتمسس فيها؟ لا بقولك التواليت، المرحاض عشان نعمل الحاجة، المجاري. سمير اخوي، نحن هذا حمامنا يفرة وسطل، انت حفر لك يفرة على قدك ومش امورك. لا لا ده مش بده، انا عارف انتوا عايشين هنا ازاي. شو يسوي يا اخوي سمير، هذا مقدورنا. لا انا مش هقدر اكمل شغلي هنا، ده عذاب. بتتعود. تبغي شيء ثاني؟ يلا استنى نصيب، عايز استحمى، ما فيش فوطة. ان شاء الله. شوف هذا الوزار، هذا وزار نحن نسميه، تفوت به. ايه سواف سواف، اسمع شو اقول لك، ارمسك انا اسنقش ريولك. شو هذا؟ امي قولي. اسمعني المعلم هذا ايش اسمه؟ ايه مسامير. شوف سمير امي سمير اسمه سمير. انزل اللي يقول اسمعني خلي يعلمك عدل زين ما زين ان شاء الله. تدري انت اللي عرف يقرا ويكتب يطلبونه الشيوخ، يبونه كاتب. لا لا اشوف طفرنا هذا المعلم تطفوره، يطلب اشياء لا عرفناها ولا شفناها، ما ادري وين يجيب هذه الاسامي. شيخة تعرفين شيء اسمه فوطه؟ لا انا اعرف فوده. زين يمكن يقصد فوطن. لا يا ابوي يا فوطن، قم قم انت فرش تحت المظله خليه ينطبن ويرقد. قم زي تبون نحط العشاء؟ شو بعد عشاء؟ عندنا سحو شامي. قم قم فرش له. يلا زي بسي افرش له انا. اسمعني عاد، ما دام هذا اذيه قبضه الباب، ولا تدري اعطه صالح احسن وفكنا منه.
إذا بنستفيد منه خليه عندنا، ترى معطونا بيزات يكون نجاب له. مش ممكن أبدا، دي إهانة. سمعتي؟ هنا هو في الحوش، أنام أنا هنا في الحوش، ليه حيوان أنا؟ يا ربي عاد أستاذ يوم تيجي ترمس الرمسة هذه المبزينة، محشوم أنت أستاذ محشوم. شوف عاد أستاذ، نحن رأس مالنا هاي الخيمة، أنا أرقد في أي مكان، كان تبغى ترقد في المطبخ ارقد يا أخي. المطبخ يا حصلت. يا ربي عاد الحين لا حصلت ولا ما حصلت. سيف ما تسحي تراك أنت، أساس سمير شو بلاك أنت؟ شوف يا نصيب، أنا تهزأت النهاردة بلك ودي آخر تهزيق. يا ربي هذا اليوم يطفر ابنه ترى هذا الأستاذ. أحيانا أقول أرقد هني مبطايع، أقول أرقد زيف المطبخ بعد مبطايع، وياس اللي أنا حيوان وحيوان. صدق يا ولدي سيف، شو تبغى يعني؟ تبغى الرغم العيال وترقد أنت؟ يعني إيه؟ يعني أنت حين نطبن هنا والصباح رباح. يلا بوي. أنبطل، ما فيش مفر، لازم أنبطل هنا. اسمع ابوي، انا من رايي ابوي السير المدرسه نص نهار، وعقب تي عند الدكان تشتغل فيه ان شاء الله. ابوي يا سعيد يا سعيد، خلي الولد يتعلم، يمكن باكر يستوي تخطر. دخطر عزوز دخطر. ابوي تمي جاب لي رحاك، جاب لي رحاك دخطر. ابوي انا ترى ما اعرف شيء، واخاف المعلم يضربني. أبوي أنا أدريبك ما تفهم، أدريبك طمة، بس عادة ما توصل إني مدي دي عليك، لها هو بس يسويها، شوفني شو بسوي فيه. يلا أبوي توكلوا توكلوا يلا. تعالي شوفي، اتحملي تصدين صوب الفروخ، تسمعين؟ إن شاء الله. تعالي وياني وياك تسولفين ويا حد هناك، وابغيك تجلسين بعيد عنهم متطرفه كذا. انزين صبري، بعد انا اليوم بمر عليكم هناك، ابغى اطمن عليك، ابغى اشوفكم. خلاص يا خماس، طفرت البنيه طفرتها. يلا امي الله يحفظك. يلا تعالي. شو بعد؟ شو بعد؟ يمكن تجوعين تبغين تاكلين شيء، بعد انا جايب لك برميت دوت ضيعتي كل منهم. ها يلا امي، يلا حبيبي يلا صبري. باكر يلا روح توكلي على الله. ايه يا عفرة، الدنيا تغيرت يا بوك، الله يستر علينا وعلى عيال يصيرون أكم المدرسة. شوف إلهي والقدرة. وسين الموزة، سمعي كلامي زين، ما تصيرين مني مني. ها زين أقول لك، بس تالي لوها زين، يعني أشوف استود بس. آه لا، أنا أقول لك تاله لوها مال درس. زين مام، بعد ما سوين كلام مع أولادهم. زين بابا. السلام عليكم. عليكم السلام. ها موزة جاهزة؟ آه موزة جاهزة الحمد لله. أقول لك أنت تعرفي مدرسة؟ هي أدل المدرسة شقام ما أدلها. يلا موزة طوفي جداني. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مرحبا قلايب. نصيب. ها؟ يا اخي تاخرت، لي انت كنت فين؟ استاذ سمير جايب لك هالصخام اذا بتكتب على اللوح. ورين كذا؟ لا خد، انا جبت معايا تباشير، متشكر مش عايز. ما ادري وين هي بالاسامي هذه. اقول لك استاذ سمير، الله الله في ولدي، درس زين وعلم زين، وخله على الكراسي اللي قدام، واذا سالك الشيخ منو احسن ولد في المدرسه قول له ولدي.